أيها الابن الوحيد الإله الكلمة الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا يخلصنا من الهلاك الأبدي. ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا. ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا ليحمل عقاب خطايانا نحن الذين أخطأنا نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم نحن الذين صرنا مديونين 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 للعدل الإلهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون دفع الديون عنا. من أجلنا فضل التألم على التنعم وفضل الشقاء على الراحة وفضل الهوان على الماء وفضل الصليب على العرش الذي يحمله الكروبيم قبل أن يربط بالحبال قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا تواضع ليرفعنا وجاع ليشبعنا وعطش ليروينا أصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره وفتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته ولكي يسيل الدم من جسده يسيل الدم من جسده ليغسلنا يغسلنا من آثامنا وأخيرا مات أخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية.
إلهي إن خطاياي خطاياي هي الشوك الذي يوخز رأسك المقدس خطاياي هي الشوك الذي يوخز رأسك المقدس أنا الذي أحزنت قلبك أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطنة ما هذه الطريق ما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي يا إلهي ومخلصي أي شيء تحمل على من كبير ماذا تحمل على من كبير هو صليب العار صليب العار صليب العار الذي حملته عوضا عني حملته عوضا عني ما هذا أيها الفادي ما هذا أيها الفادي ولماذا ترضى بذلك لماذا ترضى بذلك أيها العظيم أيها العظيم أيذل الممجد أيوطع المرتفعين عظم حبك تقبل احتمال كل هذا العذاب من أجلي كل هذا العذاب من أجلي أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لأني عاجز عن القيام بحمدك عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك فهل رأينا حبنا أعظم من هذا هل رأينا حبنا أعظم من هذا فاحزني احزني يا نفسي احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون سببت لفاديك الحنون كل هذه الآلام ارسمي جرحه امامك واحتمي فيه احتمي فيه عندما يهيج عليك العدو أعطني يا مخلصي أعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي
عذابك كنزي وإكليل الشوك مجدي وأوجاعك أوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري وشكري. بحربة الحب الإلهي يا موت المسيح يا موت المسيح يا موت المسيح أذكرني أذكرني بحب من مات من مات ليجري يا دم المسيح يا دم المسيح طهرني 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 من كل خطية إذا رأيتني عضوا يابسا رطبني رطبني بزيت نعمتك وثبتني فيك ثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية. وعندما أتناول من أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا أن أتحد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بلغة البنين قائلا يا أب.